ايوه انت ماما صح. ايه ده؟ الاوضه مكتومه كده ليه؟ انا عايزه اهويها. انا هاويها، انا هاويها. بتعمل ايه؟ تمرينات يا ماما، انا كده متعود كل يوم الصبح اعمل تمرينات، والا ما كانش جسمي بقى كده. الريحه دي انا هاوي الاوضه. هاويها هاويها ماما هاويها. ايه الصوت ده؟ دي بطني مع التمرينات بتعمل الاصوات. يا حبيبي يبقى جالك برد، مش هفتح الشباك. احسن برضو يا ماما احسن. انا جايبه لك بقى شويه هدوم يا رب يجوا على مقاسك. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ دي تمرينات السمانه يا ماما، لازم بعد البطن سمانه عشان الركب ما تخبطش في الشورت. السلام عليكم. هلو ويلكم. بدات غباوه، عايز اكلم يوسف الصابر. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. غبي ما تزيحش، نخنوخ قتل قتله. Are your guest or visitor here? If you are a visitor, I should call him. قتل قتل. أيوة جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ أنا ماليش أصحاب، ما حدش يعرف إن أنا هنا. حضرتك اسمك إيه؟ واحد صاحبه من الحتة، وجاي أعمل له ذهول في المفاجأة. صاحبه من الحتة؟ رحت في داهية. بصي قولي له هو جه اجازه يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر؟ اي حد يسال عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم. نزل؟ متاكده؟ شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بت. تخوفهاش. انا مالش كوت بنفسي، هو نازل مصر يا فندم. نزل مصر؟ ماشي يا مصر ماشي. الو، بقول الو. ايه باشا؟ ايه يا عم انت فين؟ صباح العسل يا باشا، انت فين؟ انت هناك ولا هنا؟ ما تلخبطناش. اجي لك؟ عينيا. انت مين؟ انا نخنوخ. نخنوخ مين؟ قتل قتله. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. وزقني انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. يا نهار يسوع يا نهار يسوع. ما تهزرش بقى. دخلتني اسم شرطة يا غبي. اسم شرطة ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح في الفوخ. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم يا ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرفة دمشة تفرول. دمشة دمشة دمشة. خليك معايا. طيب بعد يوسف ابنك فين؟ مقتول. بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من اصله. هو الشاي فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة. ابنك بيضحك عليك يا حاج. انا ابني مش كذاب، في ضابط بيكذب. هو السكر فين؟ عندك في العلبه الخضراء اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طار في كليه الشرطه، ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعق لي؟ هذا حد؟ لا لا بتزعق لي؟ لا لا بتزعق لي؟ هو البراد فين؟ عندك على الرف البنفسجي فوق راسك. بقول لك ايه؟ البنت دي مين؟ دي ورقة بيضة. دي واحدة كده خطيبته، يعني زي ما بتقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس أعرف تليفونها. حلو. هو المطبخ فين؟ قليل يا باشا، قليل أبو العطاشة. يا باشا افتح. اتس ماي فريند سفينة. وعشتي 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 يا ابن عم. وعشتي والله. ايه ده مالك ابن عم؟ ايه ده انت بتعيط لي في حلوات؟ مالك ايه ده اصلا انا كنت فاكر نفسي بحلم يا سفينه، بس انا
انا متاكد دلوقتي ان انا مش بحلم. يا باشا مش فاهم حاجه ولا انا فاهم حاجه. تعال 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 فاهم. تعال يا باشا تعال. وفي ايه؟ مالك بتعيط ليه يا باشا؟ ما تحكي لي انا مال فريندك صاحبك احكي لي. سفينه سفينه انا في مصيبه مش عارف اخرج منها ازاي. مصيبه لا سمح الله. احكي لي يا باشا. شايف الشنطه دي؟ مالها؟ افتحها. عامل لي مفاجاه صح؟ افتحها يا عسل افتحها. الله 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 على الحركات يا باشا. الله سلم عليك. دي عشان التدريب ها؟ تروح انت ماسك المسدس وانت اساس في النشال فخ فخ تروح ضرب. بس استاذ وتامن بالله راس حقيقيه بالظبط. ما هي حقيقيه. والله العظيم حقيقيه وجت معايا غلط من مصر. مصر؟ يعني انت خفت من مصر وما خفتش من راس؟ يا باي يا باي ما تفضحناش. لو ما قلتوش الواد يوسف فين هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرى يا بنت جرى يا حاج. انا مش ناويين تعترفوا. قلت لك ما اعرفش ما اعرفش. ما تسال عليه في الكليه وتريحنا. سالت في الكليه قالوا لي ما فيش اسم كده. اخرس. انا ابني مقاعد في الكليه طالب برتبه حريف. بجد يا عمي؟ طبعا ده قرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا. انا قلت اللي عندي. حلو قوي. دبشة جاهز يا ريس. ثبت راسي. في ايه؟ ثبت راسي. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانة اللي على دماغها انا يالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا سفينة ولا سفينة اصحى بوس ايدك ما تخليهاش مصيبتين. ابوس ايدك اصحى. سفينة سفينة. ايه يا باشا؟ ما تخافش. لا غايب. ما تبصلهاش خالص. اهدى انا هفهمك كل حاجة. اهدى بالراحة. اولا لازم تعرف كويس قوي ان الشنطة دي مش بتاعتي. ولا بتاعتي من مصعب. انا عارف انا عارف انها مش بتاعتك. ركز بس انا هفهمك كل حاجة. الشنطة دي جات معايا غلط من مصر. مصر؟ انا مش فاهم في ايه بينك وبين مصر. انا كل ما اقول لك مصر تخاف كده يا سفينه. انا مالك انا مالك البوليس يا باشا؟ محدش هيصدق. هو انت مش بوليس؟ لا انا مش بوليس. لا يا باشا فهمني ايه يعني؟ اما انا اللي بوليس؟ لا هفهمك هفهمك. فهمني هفهمك. قلت هفهمك. بصراحه انا ما نجحتش في اختبارات كليه الشرطه. ايه؟ ايه؟ انت مش يوسف. وربنا يوسف. والله العظيم يوسف. لا يعني انا هكدب عليك بعد الامر ده؟ والله العظيم انت ما يوسف. يا ابني يوسف. يا عم افتح لي الفندق. اهدى يا عم افتح لي سيب شقه. ابص ايدك اهدى يا عم يا سفينه. ما تفتحناش يا ابني. ما تفتحناش يا عم. يا متخلف. ولا يا متخلف. ولا